حضراتكم في حلقة سؤال النهاردة بيقول ايه هي الطرق التخلص من السمنة الموضعية. الاول نشرح يعني ايه سمنة موضعية. سمنة موضعية يعني تراكم او تكتل الدهون في مكان معين فقط من الجسم، يعني مكان معين في الجسم هو اللي فيه المشكلة. اسمها علميا السيلوليت، عشان هنسمع الكلام ده كتير. الاماكن التراكمات او السيلوليت مش بتستجيب للدايت والدواء والرياضة، لها حلول كتير. اول هما جراحة، نروح لدكتور تجميل يشيل همنا. الحل التاني ميزوثيرابي. يعني ايه ميزوثيرابي؟ بنديه مواد طبيعية اسمها بي بي سي، بنحينها في طبقة اسمها ميزودرم، دي طبقة تحت الجلد اللي بتحوش فيها الدهون عشان تكسر الدهون وتنزلها في الجهاز الهضمي عن طريق الراس. الحل التالت جهاز اسمه ال بي جي. ايه هو ال بي جي؟ ده هو الليزر البارد. هو جهاز بيطلع نوع من انواع الضوء او الليزر اسمه جاج ليزر، بيسرط من الخارج الجسم على المكان اللي احنا عايزين نحدده. الحل الرابع الكافيتيشن. ايه هو الكافيتيشن؟ ده هو جهاز برضه بس بدل ما بيطلع موجات ضوئيه بيطلع موجات صوتيه زي السونار اللي بيتعمل على البطن. اخر حل الكريمات. في كريمات معينه بتدهن على المكان ده بس عشان تنزل المكان ده او تنحته، اسمها انتي سيلوليت كريم، كريمات مضاده للسيلوليت. شيروا الفيديو ده عشان الناس تستفاد، وتحياتي لكم. معاكم الدكتور باسم الهابط، استشاري الصحه العامه.